الإخوة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه البرمجة الخاصة في ساعة الزمن من ولاية نهر النيل. أشواق ليه بلدي الحبيبة ديما العيون تفضحا، اشتقت للنيل والضفا فجلس في ظل الضحى. اشتقت للعطر بالي اغني في الحقول وسط السنابل، في الهجير ونص عاري وقدامه مليان اج، يلقى بلده عامرة بالرود والخمايل، ينسى يوم وشق السنين يلقى النعيم في ربوع زايد. ديما العيون تفضحا، اشتقت لنواتي يقذف في البحر دافر مراكبه، يا صادم الموجات يا صاريع وشراع الريح تلاعبه. مرة عند الدفة واقف، مرة للمقداف يا دعبه، قدامه أطفالنا الصغار في الترعة بالتوب يلاعبه. ديما العيون تفضحا، اشتقت لا بلدي الحنينة، اشتقت اقول يما يابا، يا حليل جسد عشية العامرة بالناس الغلابة. كل زول في حقله يقدح العصير راجعين تعابا، رغم الزمن قاسي وعنيد البلد صاينين ترابا. تحية واحتراما من ولاية نهر النيل، أرض الحضارات وعبق التاريخ، ولاية الفكر والوعي والاستنارة، أرض الموارد والعوائد والإنتاج. قال نهر النيل بريدك يا الولاية، وبريدها لك جميع كبرى وصبايا، بريد تاريخك الباقين آية ونحبك حب إلى ما لا نهاية. بدور ما يحول عليك الحول حزينة، بدورك بدورك حافلة يا العاقلة ورزينة، بدورك سامية فوق غرية ومدينة، وبدورك باسمة ما كاشرة وحزينة. أشوف حققت للرقم القياسي، وأشوف فيك جامعات ثانوي وأساسي، أشوف صبالك الظهر النحاسي، وأشوف فيك هيبة العز والكراسي. والله عرج على البجراوية، قال البجراوية هندسة بل مهارة، بدور الناس تجي تشوف الحضارة، معالم واضحة في التاريخ منارة، ومعاهم بمشي وانا رهن الإشارة. مشعل المزارع قال بلد اللي المزارع وافي خيرة، عليها النيل يفيض كروة وجزيرة، فيها الدوحة غنة ويشدو طيرة، جناينة برتكانة وكشتنيرة. رجع للعمال قال تقوم عمال من طلع السحورة، بلد الناس مجموعات وشورة، بلد في المحاصب دق وتورة، وبلد خصيم أقل من القبورة. مشى قدام قال مع المنقعة في التاريخ مغرن، قوافل الباحثين فوق بيمرا، في السبلوقة شلالات يسرا، مناظر تلتغيك بحرا وبرا. مشى على البادي قال لها شوف صحبك ملا الآفاق مجرف، ظهراويك سقى الوادي المخرف، خريفك قام وغنايك يولف، وقمريك ضردر الشدر المعلف، باديتك ضعاينة مادة فوقك، سماك يرزم بعيد تلمع بروقك، حنتوتك جزائر وترعى نوقك، هجيرك راح وظل الشمس سوقك، ونهر النيل مسيلاتك قلايل، انت العافية للعيان سوايل،
بلد الختمة والجتو واللرايل والغزلان عليه مزي وطوايل ومزي وطوايل في الظهيرة. بعدين قال لها أهلك في التراحم وين مسيلهم ميل عن قريب مهلا يشيلهم يزحزحوا لك أجودهم من الأمطار ونيلهم بيوتهم فاتحة لعابر سبيلهم وديل الفيل فضل ما خلوا خانة ديل الفيل فضل ما خلوا خانة تحت ظل الرماح لهم مكانة قلوبهم عامرة بالإيمان ملانة أبو طليع شاهد أسأل ترجمانة. ساعة زمن من ولاية نهر النيل نتجول فيها من أقصى شمال الولاية إلى أقصى جنوبها، نجري من خلالها حوارا ما بين الأرض والطبيعة والتراث، فكل مفردة من هذه الكلمات تحمل قيمة عظيمة هنا في ولاية نهر النيل. البداية ستكون من أرض الرباطاب من شمال الولاية، فهنالك يأتلف النيل والنخيل مع الحجر والجزر فتتشكل لوحة باسقة وبديعة الألوان. تراث الرباطاب تراث قيم وعامر بالأصالة والجودة والمروة. هنالك برز نجم أمير شعراء المنطقة أحمد عمر الرباطاب، فتغن بغاني وتغن بكلماته بأجمل ما تكون الألحان. مصدر الثراء والإلهام والتنوع في مناطق شمال الولاية والبقع المسكونة بالرباطاب هو النيل السلسبيل، فجمال الطبيعة الخلاب الممزوج ببديع الخمائل وروعة النخيل سكب على النيل سحرا أخاذا لمناظر ومشاهد فاتنة تملأ الوجدان عنفوا وتسلب اللب والعقل والكيان. الكثير من الجزر استباحت قصرا مجرى النيل وحرمة تياره وحرية مساره وانسيابه، فتناثرت في وسطه وعلى ضفته ومنحنيته كالجوار الممرد. شمالك فيه بركة وين من الدريا وزهورك نادي فوق نيلة طيور تغرد في نخيل عبواديك رايق يا حليلة عقومك يلا نمشي لهم دريا انت جديد وانت حديث ولك يا راغي شعور وحسيس لسه ما وصلت اميد ودايما يا ربوعنا عريس انت منانا وانت مرادنا فرحتنا ونعيمه يا منى نغماتك تزيل الامنا ودايما يا ربوع الهامنا من الدنيا يحييك في الغرى والبادي وفي كل الأراضي الهادية في الخطوم زهورك لدي تهواك النفوس ليك راضية من الدريا الزهور نادي فوق نيلة طيور تغرد في نخيلة أبواديك رايقة يا حليلة قوماك يلا نمشي لهم دريا أودعنا خلاص يا ربوع نعود لك تاني بعد أسبوع نلقاك فوق زحل مرفوع خيراتك تفيد نوع نوع دريا أودعنا خلاص يا ربوع نعود لك تاني بعد أسبوع نلقاك فوق زحل مرفوع خيراتك تفيد نوع نوع دريا يا ربوع سودان حييك انت كل امانة يا ربوع سودان حييك انت كل امانة.
بل إن أشعار وأغاني من يحتفون بهذه القيم وعلى رأسهم أمير شعراء المنطقة ذائع الصيت وصاحب أغنية رباح السودان أحمد عمر الرباطابي تتسم بقوة النظم المفردة الجزيلة ورصانة التعبير وتوارد صور البيان المفتونة بروعة ألوان الإبداع الشعري الفطري. الرزين الما فيه قول ذوي الأخلاق المفهول وين يا راغي إنك طولنا طول لبغياب ومقدار وحول وطبيعا ما نال ذول وين يا راغي منك طولنا طول للرزين واخلاقك ظراف وكلاما قات الجفاف وين يا راغي منك طولنا طول عاتني ظرفك نالو ظروف الظراف والشباب معترف احتراف ليك يا راغي منك طولنا طول يا حبيبي يا بدر السماء يا جميل يا بدر السماء وين يا راغي منك طولنا طول يهضب يلغبتم وغيم احن عليه روحي وارحمها وين يا راغي منك طولنا طول لك حب جرى في دماي قلبي عندك وانا مو معاي وين يا راغي منك طولنا طول انت عارف ريدي وحواي تاني من غير ريدك كفاي وين يا راغي منك طولنا طول كل ما يشوف قلبي الغيور ينبسط ملي بسرور وين يا راغي منك طولنا طول وين شبيها خلاف البدور الله يديك زي ما تدور وين يا راغي منك طولنا طول حبيبا شغل العقول انا غهني عليه ونقول وين يا راغي والعيون سهرات طولا بدموع الشوق ملا وين يا راغي منك طولنا طول والقلب النار انقلا ارحمي كيف يتحملا ليك يا راغي منك طولنا طول شكلنا بس بالشفاء يا الخدار في أرض العفا وين يا راغي منك طولنا طول فيك شعور الود والوفاء وظروف حكمك مو جفا وين يا راغي منك طولنا طول شغل العقول نغني عليها ونقول وين يا راغي منك طولنا طول من بربر لكم التحية هذه المرة بربر سلطان والقرآن بربر التاريخ والشرافة والهجرة من بربر ندخل إلى تراث منطقة المرفاب وهو تراث محكوم بقيم سودانية احتفى بها الشعب السوداني العمدة مختار ودرحمة أحد الذين ذاع صيتهم في المنطقة فله تراث قيم تغنى به الأجداد والأحفاد الحديث عن منطقة الميرفاب يعني أنه حديث ذي صلة بمعظم المكونات السكانية والقبلية لشمال وشرق ووسط السودان فتراث الميرفاب الذي تأسس على هدى مملكتهم العظيمة التي حكمها رجال عظماء وملوك أقوياء وأشداء ومن بعدهم عمد وشيوخ حكماء وكرماء لا يمكن النظر إليه بخلاف كونه تراث يعبر عن قيم أهل السودان وتقاليدهم الراسخة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
البرفاب كما هو علوم لدينا، بأننا بنتمسك بغيم ومثل بنعتقد إنها يعني بتمثل الخلق الطيب والكرم والنبل، بتمثل في يعني أنك هذا المثل دي تلمسها في الحياة اليومية بتاعت أي فرد في الأسئلة. في الحرابة نحن بنعتقد أو الغدح المحلى في سقوط الخرطوم في زمن المهدية يعزى للرفاب، لأنهم فتحوا بربر أو بربر سقطت في يد المهدية قبل أن تسقط الخرطوم. بربر لما سقطت في يد المهدية خرطوم ما كانت فتحت، ودي قال فيها الإمام المهدي قولة الشهيرة إنهم أهل بربر جزاهم الله الخير طول برش من النص. طبعا كل الناس المحاربين وأسقطوا بربر لهم أبناء الرفاب، أنها كانت المنطقة إذا بتاعتهم هنا وهم بيسودوها. كان بيقودها عسكريا عبد الماجد دبل كيلك واد نصر الدين. اليوم نحن وقوف أمام أحد بيوت أشهر عمد الميرفاب العبيدية بمحلية بربر، وهو العمدة مختار واد رحمة الذي ظلت داره وبأمره في حياته وما بعد مماته مفتوحة بلا باب، وما ذلك إلا مخافة أن لا يرتدها الضيوف وعابرو السبيل ويتجشمون مشقة حرجة طرق على الباب انتظار إذن الدخول للدار. والله البوابة دي في أغاويل من قبلنا، يعني إنه في ضيف جاء طالب العمدة مختار وعملوا بواكة وهو لقى الصباح طلع لقى راقد جنب البوابة بره. من لحظة دي دخل الضيف وأكرمه وقامش على البوابة، قال البوابة دي تاني ما تتقبل، الباب يكون مفتوح. ها لحد الآن البوابة قاعدة لحد اللحظة، ما في ضيف بيت برا، ما في ضيف بيت برا، أيوة البيت فاتح. وقد نظمت في العمدة مختار واد رحمة أشهر وأروع أغاني الحماسة والتراث، وهي أغنية حادثة القطار، سمح القدل فوق مختار وسمح الهيبة فوق مختار.
من الميرفاب إلى عطبرة وتحديدا بحي الموردة، ندخل إلى بيت التراث، بيت الحاج النعمة بيت قسم الله. فهناك لا وجود لأي من الأدوات الكهربائية والإلكترونية، لأن أدوات التراث تنتج هناك وتؤدي وظائفها لجودة وكفاءة عالية. في هذا البيت القديم المتهالك بحي الموردة بعطبرة تسكن هادئة وادعة الحاجة نعمة بنت قسم الله، امرأة ثمانينية لكنها ملأة بالهمة والنشاط والحيوية. لا تبارح عبارات الحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل لسانها الذي أصبح رطبا بذكر الله. ما عندي عوجة بس بدخل في ظفيري، يا ربي لك الحمد وكون من الشاكرين يا أولادي. ما عندي حاجة كذي والله كذي علك وتبقى عيالة ما خلي خدمتي يا وليداتي. يا ربي لك الحمد كويسة وما عندي عوجة، نحمد الله واشكر الله للنفس الطالع ونادي يا أولادي. بيت الحاجة النعمة بنت قسم الله بهيئته وبيئته ومكوناته وإيقاع حياته لا يزال غارقا في التقليدية بأدوات الفولكلور والتراث الشعبي القديم المندثر في مدينة حضارية كعطورة. فسيدة البيت الحاجة النعمة توظف أدوات التراث الشعبي من غير أن يتداخل مع ذلك أيا من أدوات الكهرباء والإلكترونيات الحديثة، ومع ذلك فإن الحاجة النعمة بنت قسم الله تتكسب من عرق جبينها وخدمة ضرعها وتتخذ من الزعف مصدر رزق وحياة لها. الزعف ده والله من نفسي صغيرة، أنا شغالة في الزعف ده يا ربي لك الحمد. وأبوي يقول لهم علموه، يجوا يعلموني تخرب ويدقوني قنبوا كورك وفكي ودول روح أهلي أبوي يجيبني صعبة يقول لهم دقوه علموه الصنعة دي، يدقوا فوقنا من علمونا الصنعة دي يا ربي لك الحمد نحمد الله. أسعب ناصة نحليلي ما عندي حاجة، نحمد الله إن بقيت عيانة رقدت أخذت رقدتي قمت على حيلي يا ربي لك الحمد. أقوم أكون سعفي وأقوم أصفر وإن بقيت براي دار أخذت لي حلة في النار أديهن أقول لهم جيبوا لي إيش أكلوني، يقولوا لي نحن ما دارينك تخدني، أقول لهم خلوني أخدم أشد حيلي. الزول كنت يرقد يا أولادي طوال الرقاد هذا يشد الحيل، تشد الحيل الخدمة هلا الزول يخدم برا بيده قطة حلت قدامه اللقمة اللي تركيش لكت يندس في قلبه بارضة يقول ده حقي. الباحث والمنقب في التراث الشعبي محمد أحمد قدور رافقنا في زيارتنا للحاجة النعمة وسجل مشاهداته الحية والقيمة حول بيتها العتيق وحياتها العصامية المتفردة. عندما تدخل هذا البيت تجد كل الأدوات والآلات التراثية لا زالت تؤدي وظيفتها في هذا البيت، بدءا من الزير، العنقريب، البمبر، الصاج، المعلاق، وبل شكل البيت ذاته. شكل البيت احتفظ لنا بشكله التقليدي في هذا البيت. أيوة. الشكل التقليدي لهذا البيت السوداني اللي ممكن ننطق عليه البيت الذي يمثل الهوية السودانية. يعني جابتنا الثلاجات نحن. ايوه التطور الغير مدروس يا حاجة نعمة فتح الله عليك. وهذا البيت بنلقى لا زال يحتفظ بسماته وبشكله السوداني. نلقى في هذا البيت لا زال نحن بوسط شعبتين، ودي مهمة جدا في البيت السوداني، اهالي يسموها الشعبة او التأمينة او الأمينة، أمينة البيت هذا تسمية للشعبة. هذا البيت ممكن أن يعد نموذجا للتراث في المدن، لأنه مدينة عطبرة تعد من أحدث المدن السودانية. نجد فيها بيت مثل هذا، نرى أنه التراث لا زال والأدوات والآلات التراثية لا زال تؤدي وظيفتها. أنا ممكن أطلق على هذا البيت بتعمتنا نعمة أشهر صانع السعف في ولاية نهر النيل، ممكن أطلق على بيتها معرض للفولكلور، معرض للفولكلور. وهذا الحي حي المورد غرب، حي بتاع مبدعين، أدانا كثير من المبدعين في فن التشكيل.
كمثال الأستاذ والدارس والأكاديمي أخونا الفنان سعيد رفاعي في هذا الحي. أنا داير أقول إنه هذا الحي احتفظنا بمهنة لا زالت تمارس ولا زالت تمارس الحاجة، ألا وهي مهنة صناعة السعف. في هذا البيت بنلقى كل الأدوات المصنوعة من السعف، كل الأدوات المصنوعة من السعف بدءا من الهبابة نهاية بالتبروقة. نلقى القفة، نلقى المخلعيب، نلقى البريش، نلقى كل الأدوات التي تصنع من السعف. وده كان برضو له سبب، إنه وجود مادة صناعة السعف في هذه المنطقة لها بعدها التاريخي، لأنه منطقة أدنى نهر عطبرة ومنطقة نعم. الأدبراوي هي المنطقة التي ينمو فيها شجر الدوم، وهي هذه المنطقة منطقة كانت تقلب فيها المواد المحلية من أخشاب إلى كده، هي موردة أو مورد للأخشاب. فمن هنا بنلقى الحاجة نعمة صامدة طيلة 80 سنة عمرها تعدي. بل هذه الصناعات اللي بنشوفها قدامنا لعبت دور كبير جدا عندنا في الجانب الاجتماعي، إنه هذه الصنعة بتتم في جماعة، يقعد مجموعة مع حاجة نعمة بتشقق بتطفر بتبين وتعلمها معاك وكده. نلقى هذا الجانب الاجتماعي هذا يحتفظ به يحتفظ به يحتفظ به هذا البيت بيت الحاجة نعمة في هذا الجانب. بل نلقى إنه لعبة الحاجة نعمة دور اقتصادي كبير جدا، لأنه أدتنا هذه الهبابة أخذت المواد المحلية زي ما ذكرت قبيل من تاجر من التاجر المحلي، من السعف، من الصبغة، من الأشياء الأدوات اللي بتعمل اللي بتعمل بها معي أيوة وتنباع بسعر زهيد جدا، يعني ممكن دي تقول لك بجنيه ولا بجنيهين هذا المصنوع. هذا جانب اقتصادي مهم جدا جدا في أدواتنا. أنا برى إنه الحاجة نعمة يعني وربنا يطول في عمره الله هذا الجيل الذي صنع الاقتصاد السوداني الله من ناحية اقتصادية طول عمرنا وعمركم أيوة. يا أولينا. وهذا المنزل يعد مزارة لكل زول يتلمس الفولكلور السوداني ولكل دارس. وأخير أقول لنعمة أنت تأدي رسالة وتبرز هويتنا السودانية. وما يعجبني في هذا البيت إنه ما زي البيوت الأخرى، إنه بيت البيوت الأخرى التي دخلت للتطور والتحديث الغير مدروس، ودي هنا هذا البيت يلائم بعتنا، هذا البيت يشبهنا. وقبل أن نبرح بيت الحاجة النعمة بقسم الله تحلقت حولها في جلسة جامعة حفيداتها وجاراتها وقريباتها، فاكتسب البيت حنينا ودفئا صادقا تجملا في نهاية الجلسة بمعايدات ودعوات الحاجة النعمة قبل وداعنا لها. عودوا علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس الفر وبطاب، يا كلكم بعافيتكم يا ناس مقصر يا بنوتة، يا ربي لك الحمد نعمة طيبة وكويسة تعيد عليكم. عودوا علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس فاطمة بنت محمد أحمد وخيتك، عيدوا علينا وعليكم بخير وبالصحة والسلامة يا ناس هاشيم، وعفوا مننا وعافي منا كل الله والرسول العفو والعافية وتمامة العافية يا رب العالمين يا رب يا كريم، يتم العافية ويتم المونة كلنا، يدينا العافية ويقدم في أيامنا يقدم في أيامكم أنت يا وليداتي، ويديكم العافية ويخليكم ويقدمكم لي قدام. من حي الموردة بعطبرة إلى حي الفريع بالدامر، فهناك في كل عام يتدفق خور الفوركيد فيحيل منطقة الفريع وما جاورها إلى منتجع سياحي تقليدي. نتابع.
مع تباشير منازل فصل الخريف المطير وتدرج المعارج التي يصل فيها فيضان نهر النيل إلى ذروته في المناسيب، استجمع خور الفوركيت قواه بحثا على العودة من جديد إلى مجراها المألوف ارتكازا عند قرية الفرع القديم بالدامر. عوافي أهلنا جيناكم ومرحب بضيوف نعديل، ونحن الصوت مع العرضة، ونحن شهامة أبناء نيل، ونحن أصلنا جعلية وبنكرم ليه ضيوف ننكيل، وهي زحت الدواء ساقين نجري عليه عدونا الويل. نادرا ما يخلف خور الفركيت الوعد ويخيب أمال وراجعات من ينتظرونه نزولا في كل عام، وعلى رأسهم العم إبراهيم الذي أعد لرواده وعابريه متكئا وملاذا يرجو منه أجرا وثوابا يصيب بهما خيري الدنيا والآخرة. أصل فوركيت ده قديم من يعني من كليجنا اسمه فوركيت، وأصله أساسا بيجيب موية المطر ينزل الجزيرة يعني، وبعدها جاء طريق عمل له طريق للبحر لمن يتسب التساب ده يمكن يصل لعي محل الزلط ده يعني ماشي يعني، كان زمان يعني، لكن زمان هو المنفس للبلد الأمطار بتجي تنزل الجزيرة، الفوركيت في لامين البحر يزيد بيطلع بيطلع بطريق الفوركيت. نحن من سنة 52 أو 51 جينا هنا، اسم الفوركيت غير كده ما أعرف عنه حاجة تانية. يبلغ خور الفوركيت قمة شبابه وعنفوانه حينما تأتيه وديان أقصى شرق مدينة الدامر بخيراتها في رحلة لا تستغرق في مسارها سوى ساعات مع مجراها السالك. الدامر بلد بين المدن معروفة مدخورة كرم، نديانة دي مجروفة، نفسك تنشرح تتمنى يوم الطوف وما بتبخل يمين تقدل تكفي ضيوفة. الأطفال في مختلف الأعمار هم أصدق وأكثر الناس حفاوة وفرحا بقدوم وتدفق الفوركيت منذ أول يوم، فرح يأخذ أبعادا هستيرية في أجواء احتفائية صارخة تكسب المشهد العام للقرية صورا استثنائية بألوان الطبيعة المخملية الزاهية. الفوركيت دي بتجي أمطار، وده طبعا نهر، النهر ده طبعا جاي من البحر، طبعا ده بيجا مجرى يعني البحر، النهر ده يزيد طبعا الخردة بيرتفع، وطبعا زي ما شايفين بيكون في نوع من الترفيه ونوع من السعادة بالنسبة للشفاء بالنسبة للمناظر الجميلة، الناس بينتعشوا باعتباره ترفيه بالنسبة للأبناء وبالنسبة للناس الكبار، واللي عنده طفل طبعا بيجيبه، واللي عنده زول كبير بيشوف المناظر الجميلة. بس يفوز الصغار بالجولة ويتفوقون على الكبار في صدق المشاعر باستقبال الفوركيت والبقاء بداخله على جنباته، فالاستمتاع بذلك أضحى بشهية مفتوحة صباحا وأصيلا ومساء، متعة باتت تصرف الكثير من المشاغبين منهم عن قيود المنازل وحجر التعليم خوفا من انحساره عنهم بين عشية وضحاها. والمأمول لدى أهل الاختصاص بالفريعة أن يجد خور الفوركيت اهتماما بتأهيله وتجميله بشكل سياحي جاذب وآمن لرواده وعابريه وساكنيه. هذا الخور كان من ضمن يعني مشاريع المدينة، مدينة دامر كعاصمة حضارية، فهناك مشروع ومقترح أساس أن يكون هناك كورنيش لتستفيد منه المواطنين كمنتزه استرشادا من المنتزهات والكورنيشات التي أقيمت في مدينة بورسودان، فهذا الخور له ضفتين، الضفة الجنوبية في مدينة الدامر العشير منطقة العشير، والمنطقة الشمالية الضفة الشمالية منطقة الفريع. دائما ما يكتب مغيب الشمس نهاية حتمية ليوم حافل بالحياة والحيوية على جانبي خور الفوركيت، لكن لحظات المغيب على الفوركيت تكتب بمداد الفلسفة والجمال الباتخ الثراء بداية لحياة جديدة لا يدرك حقيقتها وأبعدها إلا من يعيشونها لحظة بلحظة، فالوجدان دائما ما يكون عامرا بأسير الذهب الأصيل ومسحورا بشفق المغيب على الفوركيت، وعليهما تنام قرية الفريع هادئة وحالمة ووادعة. من خور الفوركيت إلى منطقة كوبوشية.
فهذه المنطقة عرفت بأنها هي المهد الأول لميلاد الأغنية في السودان. الشروق وثقت لهذه الحقيقة التاريخية من هناك. سحاب مدرب ومسك البطان وغرب أبشري بالخير يا شقرو خير قرو يا شقر خير قرب أبشري بالخير يا شقر خير قرب. بخلاف أن منطقة كبوشية هي الحاضنة لكنوز وأسرار وخبايا مملكة مروي بأهراماتها ومواقعها الأثرية التاريخية العظيمة، فإنها تعتبر مهد الغناء السوداني الذي وضع لبنته الأساسية فنان المنطقة محمد ود الفكي عبر أغاني الطنبور قبل أن ينتقل بها إلى أم درمان. المنطقة اشتهرت بأغاني الطنبور وهي اللبنة الأولى للأغنية السودانية التي أتى بها محمد ود الفكي من هذه المنطقة إلى أم درمان، ومن بعد تطورت من الطنبور إلى حقيبة الفن إلى أن صارت هذه الأغنية السودانية المتعارف عليها الآن وما تعزف بالأوركسترا وكذا. نعم، هي تقريبا من هنا كان الغنى، من هذه المنطقة كان القناء الحر، القناء السوداني الأصيل، القناء الذي لا يحمل أي جهوية أو قبلية، بل هو قناء السوداني كله. الكمال والكرة ضياع، القمر نورك صرع
إذن فإن كابوشية ومن قلبها النابض بعبق التاريخ وعنفوان الحضارة والحداثة البجراوية كانت منذ قديم الزمان وحتى الآن مركزا لأغنية الحماسة والدلوكة بإيقاعها وطقوسها الشعبية المعروفة. المنطقة اشتهرت بالإضافة لهذا اللون، هذه اللونية، هنالك أغاني الدلوكة وأغنية الدلوكة وكما نشاهد فيها الآن هي إيقاع سوداني أصيل يعرف كل السودان، وحتى داخل المدايح النبوية هنالك هذا الإيقاع، وإن كان يحمل اسم يختلف من أغنية أغنى إيقاع الدلوكة. فإيقاع الدلوكة أو ما تعرف في مناطق السودان المختلفة أو في المدن بأغنية الحماسة، أما في هذه المنطقة فهو اسمه غناء الدلوكة. غناء الدلوكة الغناء الأغنية الأساسية فيه الأغنية الثقيلة، هي عبارة عن سمع ما بتخللها إلا زي ما بنقول النزعة أو الصقرية، لكن ما فيها عرضة، ما فيها ضوء صوت، ما فيها رقص بتاع بنات. أريد عوات الخيل ودابي كركرو صيادي ليك ما أبشيل تقيل يا وذبرني خوي صاقعت هجاي بلي لا
ومن بعد محمد الدلفكي جاء فنان المنطقة عبد الله الماحي الذي تغنى بأغاني الطنبور والحقيبة، وهو صاحب أول أسطوانة تسجيل فنية تدخل للسودان من خارجه. عبد الله الماحي من هذه المنطقة، منطقة البجراوية، هذه منطقة محمد الدلفكي، ومن ثم عبد الله الماحي، وقبلهم كان محمد الدبعجوم أستاذ الدلفكي، ومن بعده الدلفكي استلم الراية عبد الله الماحي. عبد الله الماحي تغنى بأغاني الطنبور التي كان يتغنى بها الدلفكي في ذلك الزمان، وبعد ذاك عبد الله الماحي غنى بالأسلوب بتاع ما يعرف بأغنية الحقيبة. وعبد الله الماحي كما هو معروف للجميع انه صاحب اول اسطوانه حقيبه الفن تدخل الى السودان. رجال عاديم سماه انفي وطر ذيم باسماه، في ساعة الزمن من ولاية نهر النيل. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا. تحيات والفريق العامل، حتى الملتقى، في أمان الله.